السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة نجاة. اليوم بحول الله غنوجد نوع من دواء أتاي، حليوة رائعة كتصلح بالسكر وبدون سكر، بمكونات بسيطة كتذوب في الفم وبدون خمارة. كنحتاج إن شاء الله 250 غرام زبدة، مارغرين رطبة، وإذا كانت قاصحة كنحكوها بالحكاكة الغليظة باش تسهل علينا العملية في الخلط. عندنا 250 غرام سكر كلاصي للتفنيد من بعد الطياب طبعا، وممكن هذه الحلوة بدون سكر كتجي هائلة بالنسبة لأصحاب الحمية. عندنا واحد ياغورت طبيعي، واحد كأس شاي زيت المائدة، قبصة ملح، عندنا الدقيق حسب الخليط الفرص طبعا حتى نحصلوا على عجينة رطبة ومتماسكة وسهلة الاستعمال. عندنا قليل من المربى حسب الرغبة باش نلصقوا الحلوة جوج حبات مع بعض إلا بغيناهم رقاق، ومن بعد ما تطيب الحلوة من طبيعة الحال. ولا بغيناهم مفندين بالسكر كنغلضوهم شوية ونحضيو مع الفران، كيبقاو بود وطيبين. كنحتاجو دلاك وجوج ميكات باش ندلكو بيناتهم العجينة. نخلطو الكل وترتاح العجينة تقريبا نصف ساعة، وندلكو ونقطعو بالمرشم حسب الشكل اللي بغينا، والفرن بطبيعة الحال متوسط الحرارة من 20 إلى 25 دقيقة. ومن بعد أخواتي ما تجربوا هذه الحلوة البسيطة ردوا عليا، ولكم مني الجديد البسيط وغير مكلف ورائع، ومنكم التشجيعات إن شاء الله.